صرحي طبي له حكاية رح نقولها من البداية، ايد بحنية تطبطب للي محتاجين رعاية. صرح عمدان الضمير شفنا منه كل خير، يا ما ساعد ناس كتير للي محتاجين رعاية. صرح طبي زي بيتنا، شمعة بتنور حياتنا، يبقى بسمة نور لبكرة يحمي أيامنا اللي جاية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي وأحبائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم أينما كنتم ومرحبا بكم حيثما حللتم. معكم محبكم الدكتور أحمد عبد المنعم السلموني، محدثا ومحاورا ومتكلما عن صرح طبي جديد، فمعكم وبكم ومنكم وإليكم يتجدد اللقاء. أحبائي المشاهدين، قبل أن نبدأ يجب أن ننوه إلى صروحنا الطبية، صروحنا العظيمة الممتلئة والتابعة لوزارة الصحة بجمهورية مصر العربية. بادئا ذي بدء، الحمد لله الذي إن أنعم فنعم فهدى فهذا فضله، والذي إن أبلى فأشقى فعذب فأمرض فهذا عدله. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يعرفها سوى المرضى، وإن أردت أن تعرف نعم الله عليك فأغمض عينيك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم ربنا حوالينا، نعم ربنا في كل مكان، وما بكم من نعمة فمن الله وحده سبحانه وتعالى. اليوم معنا صرح طبي جديد، ألا وهو مستشفى الشيخ زايد التخصصي، والتي تقع شمال 6 أكتوبر أو 6 أكتوبر. تلك المستشفى تخدم حوالي 2.5 مليون إنسان من القابعين والساكنين وقاطني مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد. عدد العاملين بهذه المستشفى والصرح الطبي الجميل الذي يواكب المعايير العلمية والعالمية في البنية التحتية وفيما يقدمه من خدمات، حوالي 1500 ما بين طبيب وإداري وموظف وممرضة وعامل، يخدمون ما قلته من قبل 2.5 مليون مواطن بمنطقتي الشيخ زايد ومنطقة 6 أكتوبر. هذا الصرح عندما دخلته يوما من الأيام تخيلت أنني في جامعات كليفلاند، هارفارد، جامعات أوروبا. صرح بالرخام الخالص، به كل الأقسام وبه كل ما يطلبه المريض وبه كل الخدمات الصحية، والتي كما قلت تواكب المعايير العالمية. صرح طبي كبير يتبع للأمانة العامة بوزارة الصحة، خدماته جليلة، يخدم به عدد من أساتذة الطب كزيارات أو كمشرفين أو كمدربين. كذلك يتم تدريب أطباء أكفاء من أطباء الزمالة المصرية في ذلك الصرح الطبي العظيم، حتى يتخرجوا ويصبحوا نواة بتلك المستشفى. هذه المستشفى بها قسم واكب المستويات العالمية، بها قسم كان حلما فأصبح حقيقة، تم افتتاحه منذ حوالي شهر، ألا وهو قسم زراعة الكبد، وتم به عمل عملية زراعة كبد لفتاة تبلغ من العمر 19 عاما، وبفضل الله سبحانه وتعالى العملية تمت بنجاح. قبل أن نكمل حديثنا، معنا تقرير طبي عن مستشفى الشيخ زايد، فلنشاهد جميعا ذلك الصرح العظيم، ذلك الصرح الكبير، لأنني دائما أقول
لا ننظر إلى الكوب الفارغ، وإنما ننظر إلى الكوب الممتلئ. ننظر إلى الكوب الممتلئ. تفاءلوا بالخير تجدوه. أتمنى إخواننا وأحبابنا في المونيتور يطلعوا لنا الفيديو أو التقرير الخاص بمستشفى الشيخ زايد التخصصي. عايزين حضرتك تكلمنا عن عيادات مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وهو صرح كبير وطبي، حضرتك كلمنا عن العيادات دي موقفها ايه وبتعالج مرضى ايه؟ احنا بنرحب بيكم في مستشفى الشيخ زايد التخصصي. مستشفى الشيخ زايد التخصصي مستشفى تابع لامانه المراكز الطبيه المتخصصه التابعه لوزاره الصحه المصريه. مستشفى تم افتتاحها سنه 2003، وهي كانت منحه من الامارات من الشيخ زايد رحمه الله عليه. انا دكتور عبد الرحمن احمد، مدير الوحدات الطبيه الخارجيه. بالنسبه لقسم العيادات الخارجيه، احنا في قسم العيادات الخارجيه عندنا 35 تخصص في مختلف تخصصات الطب، بيشرف عليهم أساتذة من أغلب الكليات والجامعات المصرية. بنقدم الخدمة بأسعار رمزية تناسب جميع الفئات. عندنا تعاقدات مع جهات كتير بنتعامل معاها في مع المستشفى. بنخدم قطاع من مجتمع عريض جدا، بيشمل منطقة الشيخ زايد، منطقة أكتوبر، منطقة الهرم، وأغلب المناطق المحيطة بالمستشفى. ايه الحاجات اللي ممكن تتميز بيها مستشفى الشيخ زايد؟ والله احنا نقدر نقول ان احنا مستشفى الشيخ زايد، وخاصة اذا كنا الكلام يكون منصب على العيادات، تتميز بوجود اساتذة واستشاريين في مختلف التخصصات على مدار الاسبوع. كل في جميع الايام ابتداء من يوم السبت حتى يوم الخميس تواجد للسادة الاستشاريين، وهم اساتذة وعلى مستوى عالي من الكفاءة العلمية والمهنية، متواجدين في العيادات الخارجية الفترة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8 مساء. وده بيكون سعر الكشف في متناول الجميع حسب يعني حسب اللائحة المقررة للمستشفى من وزارة الصحة. عايزين حاجة تكلمنا عن التخصصات اللي بتنفرد بيها مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن اي مستشفى تانية. والله احنا بعد تولي الاستاذ دكتور ايمن صلاح استاذ جراحه الكبد وزرع الكبد بالقصر العيني اداره المستشفى في 1/1/2015، كان في توجه كتير ان احنا نستحدث بعض التخصصات في المستشفى. اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الصحه والجمال، الصحه والجمال بين يديك، اي تاج اعز من تاجيك؟ قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك. نصب الحسن عرشه بين الفضائيات فسالناه لمن تراه فدل عليك. احبائي واعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الصحه والجمال، لدينا لكم سؤال لصروحنا الطبيه، هل لديكم اي اقتراحات لتطوير وتحسين الخدمات بمستشفى الشيخ زايد التخصصي؟ أتمنى منكم أن تخاطبونا وتحاورونا وتحدثونا وتكلمونا على الأرقام التي تظهر على شاشة قناة الصحة والجمال لكي نجيب لكم عن أسئلتكم. أتمنى مشاركتكم لنا، لأننا وحدنا لا نستطيع أن نفكر، فنريد منكم أن تعاونونا وتحاورونا وتحدثونا وتساعدونا بأفكاركم وآراءكم لتطوير الصروح الطبية التي نتحدث عنها. أتمنى أن نسمع أصواتكم الآن في رأيكم في تطوير مستشفى الشيخ زايد التخصصي. نعود مرة أخرى لنكمل تقريرنا عن مستشفى الشيخ زايد التخصصي. صرح طبي له حكاية رح نقولها من البداية. والله احنا بعد تولي الاستاذ دكتور ايمن صلاح استاذ جراحه الكبد وزرع الكبد بالقصر العيني اداره المستشفى في 1/1/2015، كان في توجه كتير ان احنا نستحدث بعض التخصصات في المستشفى وبعض العيادات، كان منها عياده اورام الكبد واللي هي موجوده دلوقتي بتشتغل على مدار الاسبوع، وعياده الفيروسات الكبديه، وعياده زرع الكبد. فضلا ان احنا عندنا بعض التخصصات اللي بننفرد بيها، احنا عندنا وحده زراعه القوقعه، ده
برضو مش موجودة في مستشفيات حكومية كتير. عندنا وحدة لوحدة جراحة الوجه والفكين وده مش موجودة برضو في بعض المستشفيات أو في أغلب المستشفيات. عندنا عيادات لوحدة زراعة النخاع وأمراض الدم ودي موجودة وعندها مستوى عالي جدا تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق وبنقدم الخدمات فيها. عندنا عيادات للتخاطب والتعامل مع الأطفال والتلعثم وعندنا عيادات الأمراض الذكورة وعندنا عيادات في مناظير جراحة مناظير الأطفال. عايزين حضرتك تكلمنا عن عيادات مستشفى الشيخ زايد التخصصي وهو صرح كبير وطبي، حضرتك كلمنا عن العيادات دي موقفها ايه وبتعالج مرضى؟ احنا بنرحب بيكم في مستشفى الشيخ زايد التخصصي. مستشفى الشيخ زايد التخصصي مستشفى تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. ايد بحنية تطبطب للي محتاجين رعاية، صرح عمدان الضمير شفنا منه كل خير. أعزائي، بعد أن شاهدنا التقرير المسبق عن مستشفى الشيخ زايد التخصصي ورأينا الخدمات الجميلة والجليلة التي تقدم بهذا المستشفى لمرضانا من حي 6 أكتوبر وحي الشيخ زايد، هذا الصرح الطبي الكبير يتميز بمجموعة من الخدمات المتميزة في المجال الطبي العلمي والعالمي والمهني، به عدة أقسام، منها تكلم أخونا الدكتور عبد الرحمن عن أقسام العيادات الخارجية ونتكلم بفضاضة عن باقي الأجسام. عندهم قسم بمستشفى الشيخ زايد للطوارئ، هذا القسم الخاص بالطوارئ يخدم منطقتي المحور 6 أكتوبر والشيخ زايد. قسم الطوارئ من أفضل الأقسام الذي يقدم خدمات للطوارئ والحوادث والموجودة في هذه المنطقة بالذات وخاصة طريق المحور وطريق اسكندرية الصحراوي. مستشفى الشيخ زايد بها وحدة قلب مميزة، بها إجراء عمليات قلب مفتوح، عمليات لكسترة القلب، يخدمها أساتذة أفاضل من معهد القلب ومن جامعة القاهرة وجامعة عين شمس من متخصصي أمراض القلب. لديهم وحدة زراعة كلى، كما أن لدى مستشفى الشيخ زايد وحدة للكلى الصناعي، قسم كامل لجراحة المخ والأعصاب، قسم كامل لجراحة الجراحات العامة، قسم المسالك البولية، عيادة للذكورة والعيادة الجلدية والتناسلية، كما يوجد قسم كامل للأمراض الباطنية. لديهم قسم للأمراض الصدرية بمستشفى الشيخ زايد، معمل كامل يشرف عليه أساتذة أفاضل من الكلينيكال باثولوجي ومن بنوك الدم بجامعة القاهرة وعين شمس. مستشفى الشيخ زايد مستشفى متميز وصرح طبي كبير، به جميع الخدمات التي تقدم بأجور رمزية للعاملين في منطقتي أو الساكنين والقاطنين بمنطقتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، بأسعار تواكب الجماهير والتي وضعتها الأمانة العامة بوزارة الصحة. مستشفى الشيخ زايد صرح طبي كبير، به كما تحدثت تم افتتاح أكبر مركز لزراعة الكبد منذ شهر، تم افتتاحه من قبل السيد معالي رئيس الوزراء والسيد معالي وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين. تمت إجراء عملية أول زراعة كبد به لفتاة 19 عاما ونجحت بفضل الله سبحانه وتعالى. صروحنا الطبية تمتد في كل مكان، صروحنا الطبية في جمهورية مصر، لكن لا أقول أنها كلها 100% ولا كلها تقدم خدمات كاملة، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى. لذا أطرح السؤال، نتمنى أن تشاركونا بآراءكم وأفكاركم لتطوير الخدمات الصحية في مراكزنا وصروحنا الطبية الممتدة من أسوان إلى إسكندرية والواحات والشرقية وإسماعيلية وبورسعيد والسويس وكل محافظات الجمهورية. مستشفى الشيخ زايد من أكبر ومن أفضل ومن أحسن المستشفيات الموجودة والتي تخدم هذه المنطقة من معايير تتبع الجودة الموجودة بوزارة الصحة وتتبع الجودة الموجودة عالمياً وبأسلوب علمي طبي مهني. في نهاية حلقتنا، وأنا دائماً وأقول
أيها الحامل هما إن الهم لا يدوم، مثلما تفنى السعادة هكذا تفنى الهموم. أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، معكم وبكم يتجدد اللقاء، فانتظرونا إن شاء الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم وصرح طبي جديد. سعدت بكم وأرجو أن أكون قد أسعدتكم، وسلام من الله عليكم ورحمة مهداة من لدنه وبركاته. صرح طبي له حكاية رح نقولها من البداية، ايد بحنية تطبطب للي محتاجين رعاية. صرح عمدان الضمير شفنا منه كل خير، يا ما ساعد ناس كتير للي محتاجين رعاية. صرح طبي زي بيتنا، شمعة بتنور حياتنا، يبقى بسمة نور لبكرة يحمي أيامنا اللي جايين.